المكونات معنا كالآتي: 4 صدور فراخ أنا فاتحهم بتل فراي مقطوعين كده على نص كده ولسه هيتبططوا، تمام، يعني هنفردهم عشان نعرف نحشي الحشو بتاعها. فلفل مجروش أو فلفل ناعم أسود مفيش مشكلة، زعتر ناشف معلقة كبيرة ومعلقتين ملح، تمام. وعندنا هنا طبقين مشروم عشان ده يضرب في الخلاط ويبقى بعد كده ناعم، وهنعمله على النار، وورق كرفس، وعندنا هنا 4 فصوص ثوم مهروسين، تمام، والسبانخ. يلا بينا نبدأ. طيب احنا اول حاجة دلوقتي هنعملها هنفرد الفراخ، عايزين نفردها كويس عشان نعرف نلفها رول، نخبط عليها وتحط عليها كيس تاني، تمام، بالمنظر ده، وهنخبط عليها بشاكوش زي كده. لو ما عندكش شاكوش وانت ما عندكش وقت للكلام ده انت ممكن تشتريها، بس قول للجزار ان هو يقسم لك الصدر على نصين ويفرده لك عشان يبقى حجمه. ده شكله بعد ما اتفرد. طب احنا خلاص بقى نبدأ نسوي المشروم على النار. احنا خلاص هنحط طاسة، نحاول نشوف طاسة واسعة كويسة زي كده عشان نعرف نشتغل فيها. انا ضربت اهو المشروم وورق الكرفس والثوم مع بعض في الخلاط في الكبة، انتوا شايفين مفروم اهو، هننزل بيه بقى هنا على طول، هنسويه كده نص تسوية وبعد كده ايه نعمل بالحشو على طول. وادي التوابل بتاعتنا، مش هنحطها كلها برضه عشان خاطر احنا لسه هنتبل الفراخ بعد ما نفردها. يعني احنا خلاص فردنا الفراخ، هنتبلها بقى، نرش عليها ملح وفلفل عشان يبقى طعمها حلو برضه، عشان يبقى كل القوام طعمه زي بعض. طب انا هفضل سايبه كده على النار لغايه ما الميه اللي بتطلع دي تستوي، يعني خلاص تتبخر، انا مش عايز فيه ميه، يعني هنبخر الميه بتاعته كلها وبعد كده نبدا نشتغل. عايزه ناشف، يعني الحشو مش عايزه فيه ميه عشان ما يفصلش مني في الفراخ من جوه، لان لسه الفراخ هتنزل ميه تاني منها اللي هو الجوز بتاعها او اللي هو الشوربه بتاعتها هتنزل مع الشوي في الفرن، تمام. فاحنا هنسيبه كده نقعد نقلب فيه بس كده كل شويه ونسيبه لغايه ما يجيب الميه اللي فيه كلها. شايفين المنظر؟ مفيش ميه خالص، يعني خلاص الماء اتبخرت كلها، هو نشف كده خلاص. هنخش بقى على المرحلة التانية اللي هو الحشو ونلف الحاجة، يلا بينا. دلوقتي نحشي الحاجة، أول حاجة هنعملها هنتبل الفراخ ببقية التوابل اللي احنا جهزناها. تمام، وبعد كده هنحط السبانخ بالمنظر ده. انا عايزك تغطيها، يعني غطي السبانخ، غطيها بالسبانخ خالص، افرش كده براحتك وما تقلقش. وبعد كده نحط المشروم، بالمنظر ده. في طريقتين بقى بعد كده المفروض انت بتعملهم. لو انت عندك رباط اللي هو الخيط اللي هو الحراري اللي هو بيتربط بيه الحاجة هتلفها بالخيط، ما عندكش يبقى هتجيب صينية زي كده وهترصهم جنب بعض عشان مش عايز الفراخ تفك، انا عايز الفراخ تبقى زي ما هي سليمة كده بشكلها، تمام.
اهي بنص المنظر كده، وهتحطها هنا والتانية تتحط جنبها وكده المنظر. عندك الرباط مفيش مشكلة، ربطها عادي زي اللي هو العرق اللحم البارد وخلاص شكلها خلاص بعد ما خلصت. انا بحاول ابسط الامور للناس عشان خاطر في ناس ما عندهاش دوارة اللي هم بيربطوا بيها اللحوم، وفي ناس ما بتعرفش تربط، في ناس بتبقى عندها متاح الموضوع عندها، بس احنا بنسهل الامور عشان خاطر ايه يعني، مش عايزين نصعب الامور، لان عارفين في ناس ستات بيوت كتيره، يعني في ستات بيوت كتيره بيبقى ما عندهمش وقت ان هم يعملوا الكلام ده، هم مجرد يلف ويحط على طول انجز يلا وقتك بسرعه. الله يعين كل الناس. دي شكلها شايفين هي هتستوي على كده، ودي خلاص منظرها بعد ما استوت خلاص، شايفين المنظر يعني، مش محتاج ان انا اربطها او اي حاجه، هي كل حاجه واخده على بس شكلها. لو عجبكم بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس وتعمل لايك على الفيديو، والتعليقات بتاعتكم بقى عشان دي هتهمنا جدا، وشكرا ألف عام. دي بقى منظرها يا جماعة بعد ما خلصت، شايفين الاسطاب الحشو والسبانخ كل حاجة منتظمة تمام. يعني خلينا بقى ندوق والله العظيم تحفة ألف أنا تحياتي.